محدود بما انه من 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 اكثر الملاعب المجهزه استقبالا للامطار والمباريات اللي بتقام تحت هطول الامطار. هل ده في اي انباء ترددت؟ هل سمعت اي حاجه موجوده من هذا القبيل او من هذا الاخبار اللي موجوده عندك او على الساحه الصحفيه والاخباريه؟ بتكلم معاك زميلي عمر على الملعب، يمكن في تكثيف كتير جدا للاتصالات مع الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. يمكن بدانا وقلنا ان قال ممكن يكون في نيل التاجيل في حاله هطول امطار كثيره، لكن ساعه بالظبط نقدر نقول او ساعه واكثر يمكن الامطار متوقفه والشمس طالعه بشكل كبير. كان اخر تصريح للحاج عامر حسين ان لا الامر خلاص يمكن هيكون محسوم والمباراه تقام في ميعادها في تمام الساعه 7. في كمان يمكن شغل كبير بيبذل من معلومه في استاد برج العرب لشفط المياه، طبعا في صرف متواجد كعاده استاد برج العرب، لكن هطول الامطار الكثيره في التكتلات اللي في وسط الملعب وعلى الاطراف في حتت طبعا يمكن صعب جدا يكون فيها نجيله، فبيبقى فيها تكتلات ميه بشكل كبير جدا. فبيحاول المسؤولين هناك في استاد برج العرب التنسيق طبعا مع الحاج عامر حسين ان الوقوف على الحاله بشكل مستمر. احنا طبعا يمكن لسه ما وصلناش الى الاستاد او لسه ما توجهناش للاستاد، لكن يمكن بنتابع بشكل مستمر مع زمايلنا المتواجدين هناك مع كل الناس المسؤوله في استاد برج العرب، بيحاولوا ان هم يمدونا بالمعلومات اول باول. ان شاء الله باذن الله نكون معاك عمر ومع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي ننقل لكم الحاله الاخيره لملعب المباراه قبل توجهنا من هنا من فندق الاقامه الى استاد برج العرب. بشكرك كريم احمد، شكرا جزيلا، واكيد هنكون موجودين معاك اكتر واكتر علشان نعرف كل ما هو جديد خاص بالنادي الاهلي. شكرا يا كريم، شكرا جزيلا.